فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وفي حالة اختلاف الفتيا هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟ جزاكم الله خير. لا يجوز الإنسان إذا استفتى عالما واثقا بقوله أن يستفتي غيره، لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانا فإن لم يناسبه سأل الثاني، فإن لم يناسبه سأل الثالث، وهكذا. وقد قال العلماء: من تتبع الرخص فسق. لكن أحيانا يكون الإنسان ليس عنده من العلماء إلا فلانا، ليس عنده من العلماء إلا فلان مثلا، فيسأله من باب الضرورة وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه سأله، فهذا لا بأس أن يسأل الأول بالضرورة، ثم إذا وجد من هو أفضل سأله. وإذا اختلف الناس عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلا، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب لعلمه ودينه. فإن تساوى عنده الرجلان فقال بعض العلماء إنه يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر وهذا هو الصحيح، أنه إذا تعادلت الفتيا عندك فإنك تتبع الأيسر، لأن دين الله عز وجل مبني على اليسر والسهولة لا على الشدة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.